بقى. استني بس استني بس، انت زعلانه مني؟ ما يحكمش. نسيتي كبدك كبده وسوق. بقول لك ايه، نسيتي كل ده؟ بصي انا هقابلك بكره قدام المحل الصبح وفطنك على كل حاجه، ماشي؟ افكر فكر فكر. والله وحشتني الشلدومه قوي. طيب حضرتك ممكن تملي الاستماره دي على ما نجهز اوضه الكشف؟ اتفضلي. انا بعمل حاجه صح مش كده؟ اكتر حاجه صح عملتيها في حياتك غير انك عرفتيني طبعا. عمر ما حد فضل معايا لحد الاخر يا نادر، في اي حاجه بعملها هتفضل معايا لحد الاخر. ساره انت لسه عمرك طويل ان شاء الله، ولما تبقي ساره تانية غير ساره اللي انا عرفتها قبل كده هتعرفي حاجات كتير قوي عن الناس. الناس مرايه ساره، بتعكس انت شايفه نفسك ازاي. ساره انا عندي ثقه كبير جدا فيكي ومراهن نفسي عليكي، وعارف انك هتبقي جامده وهتعدي المرحله دي. ما تخافيش من اي حاجه، انا جنبك للاخر. هاتي الورق وتفضلي معايا. خلاص يا نادر خليك انت وانا هكمل. خلي اسراري الطبيه بتاعتي انا لحد ما يبقاش في اسرار خالص، ساعتها احكي لك كل حاجه يا نادر. طب خليني اجي اقف معاكي. لا امشي انت وروح شوف شغلك وحياتك، وانا اول ما اعرف النظام هنا هكلمك ابلغك، ونشوف يحددوا لنا ميعاد تيجي تزورني فيه. ساره خلي بالك من نفسك، خليكي جامده، كل حاجه هتعدي ان شاء الله. يلا خلاص بقى نوال، كبدك غلط وبيصلح بقى عشان محبتك. تقولي هقول لجوزك على لوح السرير المكسور والحسنات اللي في جسمك والسيئات ليه؟ واحده جايبها من الشارع يا بنت. بهزر بهزر يعني؟ انا هقول له ادي راسك ابوسها لو زعلت. اوعى كده. ما خلاص بقى نوال، ما انت عارف ان كوريا كانت عامله لي مشاكل، بس انا خلاص سبتها، ما فاضليش غير نونا. وهب لنا بقى وبرياله وهصدقك. انت ديلك عمره ما يتعدل يا كبداكي، ده انا حافظاك. انت بس مش لايد عليك شغلانتك العره في المحل والخدمه على الزباين، وعايز تاخدني سكه. تصدقي عيب عليكي، مش انا نوال، انا راجل، مش انا اللي اكبر من سكه حر. وكمان الموضوع اختلف، انت ما بقيتيش متجوزه وانا ما بقيتش خاطب، يعني احنا لبعضينا. هو الموضوع فعلا يا اخويا اختلف، والرجاله بقت حواليا زي الرز كده ويتمنوا لي الرضا ارضى. طب وهيما؟ هيما السجق كبده الحمامه نوال، انت بقى عشان ارضى عليك تبين لي كرامه رقبتي. تعاون واقف لي زي السلمه المكسوره في الطلعه والنزله، فابعدوا عني عشان اللي عايز اجرب اذاه ولا ليا شو ادوقوا اذيتي. هو انا المفروض اسيب فلوس هنا ولا بعمل ايه؟ الدكتور نادر اول ما حضرتك دخلتي دفع لنا مبلغ كبير من تحت الحساب، هو كمان طلع فوق وحجز لحضرتك الاوضه اللي على الجنينه عشان قال ان حضرتك بتحب الخضره قوي، وساب لنا رقم تليفونه عشان لو احتاجنا اي حاجه اتصل بيه. تمام. طيب ممكن حد يوريني اوضتي؟ يا نهارك اسود يا شكري،
امبارح بالليل كل ده حصل وما تقوليش فين في السيدة زينب؟ انت ازاي تتصرف من غير ما تقولي؟ ده انا هخرب بيتك. اسمع انت جيني دلوقتي حالا. ها؟ في يا عمي؟ هايد يا سيدي الواد الضابط اللي في الحتة دي حكيت له على كل القصة وميطاردها. يا نهار اسود هي بنتك اتجننت ولا ايه؟ قلبها يا سيدي. قلبها؟ هو قلبها ده متركب ايه؟ شمال؟ ما انا مرمي قدامها وهو ما حبتنيش ليه؟ حبك انت ايه قدامها؟ انت حبك حتى في بورصة. وايه اللي فيها يعني؟ الو هاي نادر. هايد يا سيدي حكت الحكاية كلها لواحد ضابط في الحارة. وهربت. فانت لازم تيجي فورا عشان نقعد ونتكلم ونشوف هنتصرف ازاي في المصيبة دي. اعمل معروف. ف صباح الخير يا ابو طالب بيه، ولا تحب اقول لك حياك الله يا شيخ؟ أنا استنيتك وانت جيتي. خسارة أننا مش هنتجوز، تبقى زوج ما بيحصلش كتير على فكرة. روحي جهزي شنطتك واتصلي بأهلك وشوفي هتقولي لهم انت هتقعدي فين، وأنا هعدي عليك في البيت بكرة الصبح. انت عارف هتوحشني قوي الأيام اللي كنت شبهي فيها. وانت عارفة هتوحشيني جدا لحد ما تبقي شبهي زي ما انا دلوقتي. لا 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 احكيلي بقى الوش ده، ده انا واخدالك اجازه يومين وقاعدين في وش بعض. احكيلي بقى ايه اللي مضايقك؟ فضفضي وخرجي اللي جواكي. سرك في بير ما تقلقيش، احكي. علاء صعبان عليا. علاء مين؟ الظابط؟ بهدلته معايا، سبته لحد ما حبني وبعدين حطيته في اصعب موقف، خليته يختار ما بين حبه وشغله، ولما اختار شغله زعلت منه. فكري في نفسك دلوقتي وهتطلعي من اللي انت فيه ازاي، وهو لو بيحبك هيستناكي. خدي غيري هدومك كده وريحي نفسك، انت شكلك تعبان قوي. مكسوفه مني اودي وشي الناحيه الثانيه عشان تغيري؟ لا مش مكسوفه، مستغربه. ايه اللي يخليكي تستقبليني في بيتك مع انك عارفه ان وجودي عندك خطر عليكي؟ والله أنا نفسي معرفش، يمكن عشان أنتي من ناحية سوكا. إذا كان سوكا نفسه مش موافق وكان نفسه أنك تقولي لأ. بس بصراحة لما كوري حكيت لي حكايتك صعبتي عليا وعرفت قد أنتي مظلومة، وبعدين قلت مش هبقى أنا والدنيا عليكي. بجد الواحد بينتشف معادن الناس وقت الشدة. قد إيه كان في ناس قريبين مني وباعوني من غير أي سبب، في ناس معرفهمش وقفوا جنبي. يعني أنتي كوريا وشكري وسوكا وقفتوا جنبي بدون اي تمن، عنك ممكن تسيبوني في الشارع او يتقبض علي عادي. ياما هتقابلي ناس يا هايدي، المهم اللي اشتروكي اوعي تفرطي فيهم، لان مفيش عيب اكتر من انك تبقي محتاجه حد ويبيعك. بقولك يا نوال، كنت عاوز اتكلم معاكي في موضوع كده. اسمي ست ناني. ماشي يا ست ناني، كنت عاوز اتكلم معاكي في موضوع يا ست ناني. ما عنديش وقت.